أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن
أن تقود نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول له أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
قال والله له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله الله لا اله الا الله الله على حضرة النبي الله يكرمك الله يكرمك ويديلك من عند الله الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل فاعبد سبحانه وتعالى الله اكبر لا اله الا الله صل على حضرة النبي الله يزيدك من علم الله صل على النبي بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولقد أوحي إلي
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله أكبر. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. الله يكرمك. الله يزيدك من نعيم الله. اللهم عزك في الدنيا وفي الاخره. الله يطول امين يا رب. انت صلاه النبي. ربنا يخليك يا صلاه النبي. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. الله أكبر. لا إله إلا الله. جنة قدرته وجنة عظمته. صلى على حضرة النبي. هو الله. الله يزيدك من نعيم الله سيدي. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله. آمين يا رب. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. الله يكرمك. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما يزيدك من نعيم الله. جل كمال الله. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. آمين يا رب. في الدنيا وفي الآخرة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم
الأخرى فإذا هم قيام ينظرون. اللهم صل على حضرة النبي. آمين. اللهم قوي إيمانك. اللهم اجعلك تخرى للإسلام فيما شارك الأرض ومغاربها يا رب. آمين يا رب. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. الله أكبر. الله أكبر. الله تعالى الشعب الله يكرمك. الله يقوي إيمانك. الله على حضرة النبي. اللهم طول لنا عمرك يا رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وهم لا يظلمون. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله يفتعلك يا شيخ عبد الله. الله يزيدك من نعيم الله. الله يكرمك. آمين يا رب. اللهم أحسن ختامك. صلوا على حضرة النبي. الله يزيدك من نعيم الله. آمين يا رب. ويقويك ويقوي إيمانك. آمين. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم
السَّلَامَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي خلقنا وحده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله أكبر. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. وترى الملائكة حافين من حول العرش. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حذاء
اله الا الله. صلى على حضره النبي. الله يزيدك يا شيخ. الله يسلمك. الله يزيدك. الله يقوي ايمانك. امين. ما شاء الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء عطاء حسابا. الله أكبر. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. الله يكرمك. الله يكرمك. النبي. الله يطول لنا عمرك يا رب العالمين. سبحان التجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. جل قدرته وجل عظمته. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الله يتعليك يا شيخ عبد الباسط. الله يعزك في الدنيا وفي الآخرة. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. لا إله إلا الله.
الله يفتح عليك يا شيخ. الله يزيدك من نعيم الله. اللهم انصرك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم احشرك مع الأنبياء والصديقين يا رب العالمين. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله يكرمك. الله يزيدك من نعيم الله. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. الله يطول لنا عمرك ويزيدك يا رب العالمين. اللهم انصرك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم احسن ختامك يا رب العالمين. لا إله إلا الله. وحدوه. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة
كشفت علمت نفس ما أحضرت. فأنا فس إنه لقول رسول كريم. الله أكبر. الله يزيدك بنعيم الله. الله يزيدك بنعيم الله. صلوا على حضرة النبي. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة يا رب. يا صلاة النبي. الله يطول لنا عمرك. اللهم احسن ختامك يا رب العالمين. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة يا شيخ عبد الباسط. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله يزيدك يا رب العالمين. الله يزيدك من فضله ويكرمك في الدنيا وفي الآخرة. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. اللهم عزك في الدنيا وفي الآخرة. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. إن هو إلا ذكر للعالمين.
إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الناصر. وما تشاء بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم يزيدك من نعيم الله. صلى على حضرة النبي. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.
الله كلمه يا شيخ عبد الله يزيدك من عينك الله يديمعلك الصحه امين. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فكل بالمرصاد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله يزيدك من نعم الله. الله يزيدك يا محمد. اللهم انصرك في الدنيا وفي الآخرة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا صلى على حضرة النبي اللهم زيدك من فضلك
وجاء ربك والملك صفا صفا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم الفاتحة
الحمد لله حمدا يسع خيره كله في هذا الشهر الكريم. الحمد لله سمعناه كلاما وهو أعظم من الكلام، هاديا ومنيرا ومبينا، نسمعه فنعيه ونتبعه ونستهديه. أيها الإخوة، في تلاوة كلمة المعطرة تلا علينا المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من قصار الصور، وتنتهي إذاعتنا الدينية لهذه الليلة وكانت من جامع فهد السالم وفي ظلال الشهر الكريم وبين يدي كتاب الله. نلتقي دائما على خير وعلى محبة، والسلام عليكم ورحمة الله.